سيكون حديثي عن صالح صلى الله عليه وسلم. صالح كان رسول الله أرسله في قوم ثمود، ذكرهم بالنعمة لكن قد لاقى كفرا وجحود. قال لهم: فليعبد رب قد أكرمكم بالخيرات، آتاكم مالا وبنينا وعيونا وسط الجنات، وأراهم ربي معجزة، الناقة تخرج من صخري. آمن بعض الناس ولكن معظمهم ظل على الكفر. قد عقروا الناقة وارتكبوا إثما من شر الآثام، بشرهم صالح بعذاب من بعد 3 أيام. قد عقروا الناقة وارتكبوا إثما من شر الآثام، بشرهم صالح بعذاب من بعد 3 أيام. وانتظروا المدة في رعب، كل أغلق باب الدار. قد جاء عذاب بالصيحة، قد أفنى كل الكفار. سنة ربي في من كذب أو حارب ربي وتحزب، في الدنيا يؤتيه عقابا وبنار الآخرة يعذب، وبنار الآخرة يعذب.